أشاد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي بالنقلة النوعية التي سجلتها مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان، والذي يمثل تجسيدا للرؤية الإنسانية النبيلة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال ترأس العسومي أعمال الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان بالعاصمة المصرية القاهرة. وأشار العسومي إلى أن قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة في مملكة البحرين أحدث نقلة نوعية في مفهوم العقاب القائم على التأهيل، منوها إلى نهج المملكة في قانون العقوبات البديلة واستضافتها للمؤتمر الدولي قانون العقوبات والتدابير البديلة تجربة نوعية في التشريع الجنائي الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ التوجيهات الملكية على أرض الواقع وتحقيق المزيد من المنجزات في ملف حقوق الإنسان من خلال أعلى المعايير الدولية. وعلى صعيد المنجزات العربية أيضا نود أن نشير بالنقلة النوعية التي سجلتها مملكة البحرين في ملف حقوق الإنسان، يمثل تجسيدا للرؤية الإنسانية النبيلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظ الله ورعاه. الأمر الذي يستحق توجيه التحية لحكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله على الإصرار على الإنجاز الحقوقي رغم التحديات. ونشير في هذا الإطار إلى أن قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة في مملكة البحرين أحدث نقلة نوعية في مفهوم العقاب القائم على التأهيل.